ليونيل ميسي حاليا لاعب في الدوري الامريكي وانباء كثيره دائما عن امكانيه عودته لبرشلونه، هل تتمنى او تتوقع ان ليونيل ميسي ممكن ينهي مسيرته في برشلونه؟ أنا أتمنى له أن يتحلى أن يحظى بنهاية رائعة مع برشلونة، لأن في العصر الحديث هو أفضل لاعب في تاريخ برشلونة، لأن برشلونة وميسي دوما لا يفترقان، دوما واحد، فبالتالي إذا كان هناك فرصة ليعود لبرشلونة أستطيع أن أقول أني أفضل ذلك، والجماهير والجميع يفضل ذلك، لأن كل ما فعله لبرشلونة كان رائعاً.